استطلاع الرأي هذا يأتي في إطار أو بعد تصاعد شعبية الرئيس قيس سعيد في الآونة الأخيرة بعد الإجراءات التي اتخذها في يوليو الماضي منذ وفعل المادة 80 من الدستور، حيث كانت بعض استطلاعات الرأي تشير سابقا قبل ذلك التاريخ إلى أن شعبية الرئيس تتراوح ما بين 45 إلى 50% في أي استحقاقات انتخابية مقبلة، لكنها تضاعفت بشكل كبير بعد ذلك التاريخ. هنا في تونس نلتمس ذلك خاصة في الشارع وممن تحدثنا إليهم، رغم بعض الانتقادات الموجهة للرئيس ما تعلق منها بالتأخر أو التريث في تشكيل الحكومة، وكذلك المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات التي تعهد بها عدة مرات. في المقابل كارولينا، هناك تراجع كبير في شعبية خصوم الرئيس السياسيين حسب استطلاعات الرأي، ليس استطلاع الرأي هذا ولكن في استطلاعات رأي سابقة، خاصة شعبية حركة النهضة التي تراجعت بنسبة كبيرة. في المقابل تصاعدت شعبية الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي، وترجح بعض المصادر أو استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الدستوري الحر قد يحوز المرتبة الأولى في أي انتخابات نيابية مقبلة. استطلاع الرأي هذا الذي قامت به هذه المؤسسة يقول إن الرئيس سيحوز نسبة 90% في أي انتخابات رئاسية مقبلة، وبينما عبر أكثر من 70% من التونسيين عن رضاهم أو عن ثقتهم في الرئيس والتوجه الذي يقوم به في قيادة البلاد في هذه المرحلة. نعم كارولينا، شكرا جزيلا لك من تونس مفدنا إبراهيم حسناوي، شكرا جزيلا.